السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كوستر أو حامل للصوغ من الورق أو من عيدان الورق اللي إحنا عملناها مع بعض قبل كده. اللي ما شافش الفيديو هسيب لكم رابط طريقة عمل عيدان الورق في صندوق الوصف. أنا عندي كمية من العيدان، هي دي اللي هحتاجها لعمل الكوستر، وهحتاج مسدس الشمع والدهان بتاعي اللون اللي يعجبكم. بس في الاول كده هنسمي وهوريكم برضو عيدان الورق بتتعمل ازاي. بسم الله، هنجيب المقاس اللي احنا عايزينه من الورق، وهجيب عصاية شيش طاووق وهحطها في حرف الورقة كده من تحت بميل، وهبرم عليها الورقة هتتبرم معايا. بس الاهم حاجة اللي انا احافظ على الورقة متماسكة، ما سيبهاش تفك مني اهو، بصوا بمنتهى السهولة. والحرف هدهنه صمغ او ما عندكمش زي حالاتي هتستخدموا مسدس الشمع، بس ما تكتروش. هنعمل كوستر جديد وشكله مختلف وسهل جدا عن الكوستر اللي عملناه قبل كده. هجيب بقى عيدان الورق اللي انا عملتها، هبططها الطريقة دي اسهل من الكوستر اللي عملناه قبل كده. هجيب عصاية الشيش طاووق، لو ما عندكمش عصاية شيش طاووق ممكن مكرونة سباجيتي، واحدة مكرونة، ونلف عليها. هنلف كده سهل جدا. هنثبت عشان ما يفلتش مننا. هلف والزق، الف والزق. عشان ما يفلتش مني الكوستر بتاعي اهو، خلاص كده ثبت الحتة الأولانية بداية. بس هلف عادي بقى، بضغط وانا بلف وبثبت بمسدس الشمع طبعا اهو. خلص مني العود الورق بتاعي، هشبك التاني بطريقة بقى اسهل من اللي انا اشبكهم في قلب بعض. هوريكم هعمل ايه. هاجي وهلزق عادي واكمل، اكمل لف. هكمل بقى اللي معايا، يعني هلف شوية كتير وبعدين هوريهولكم. خلاص انا لفيت الكوستر بتاعي، بس هاجي لاخر حتة هوريكم هنهيها ازاي، هقفلها.
عادي بلف والزق. خلاص كده اخر حتة هلزقها عادي. انا عملت واحد حجم كبير زي ما انتوا شايفين وواحد حجم صغير. شوفوا بقى المقاس اللي يريحكم، عايزين تعملوا دول للكوبايات ودول للحلة او للطاسة، ممكن تحطوا عليهم حلة او طاسة سخنة. دلوقتي هدهن الكوستر بتاعي. هدهنه بالفرشة، لو عايزين تدهنوه بالسبراي ترشوه براحتكم. انا دهنت كوستر واحد من اللي عندي وسبت التاني زي ما هو، الوانه حلوة ومش محتاج اللي هو يتدهن. بصوا في الوان كتير، انا اعطيتكم الفكرة وانتوا بتكروا بقى وابدعوا في الاشكال بتاعة الكوستر. لو عجبتكم فكرة الكوستر من عيدان الورق ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.